تطورت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا في السنوات الأخيرة بشكل كبير فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وعلى رأسها الغاز والنفط ومشتقاته، لكن العلاقة وصلت لتطوير كبير خلال الأشهر الستة الماضية وبالتحديد مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية. فعندما حشدت روسيا قواتها على حدودها مع أوكرانيا، استثمرت شركة المملكة القابضة التابعة للسعودية بهدوء أكثر من 600 مليون دولار في ثلاث شركات طاقة مهيمنة في روسيا. ثم خلال الصيف مع قيام الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية بقطع واردات النفط من روسيا، ضاعفت المملكة السعودية كمية زيت الوقود التي كانت تشتريها من روسيا لمحطاتها لتوليد الطاقة، مما أتاح تصدير خامها الخام للتصدير بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وفي الشهر الجاري وجهت روسيا والسعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المتحالفين معها لخفض أهداف الإنتاج في محاولة لدعم أسعار النفط العالمية التي كانت تتراجع، وهو قرار من شأنه أن يزيد أرباح النفط لكلا البلدين. تمثل هذه التحركات مجتمعة ميلا سعوديا متميزا نحو موسكو وبعيدا عن الولايات المتحدة التي عادة ما تنحاز لها السعودية، لا يرقى الموقف السعودي إلى مستوى تحالف سياسي صريح بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الزعيمين أرسيا ترتيبا يعود بالنفع على الجانبين بحسب الصحيفة الأمريكية من خلال العمل عن كثب مع روسيا يجعل السعوديون من الصعب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عزل بوتين في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لتقليص كمية النفط التي تستوردها من روسيا بشكل كبير، وتتدخل المملكة السعودية ودول مثل الصين والهند كمشترين كملاذ أخير بحسب ادعاء الصحيفة الأمريكية. غالبا ما تحالفت المملكة السعودية مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال دعم الجهود الهادئة لتحسين العلاقات بين جيرانها، وذلك من خلال دعم الجهود الهادئة لتحسين العلاقات المحيطة بها. وقال بعض المحللين إن المملكة الآن يبدو أنها تركز بشكل أكبر على مصالحها المالية من خلال العمل عن كثب مع روسيا، حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وأوروبا لعزل ومعاقبة بوتين لهجومها على أوكرانيا. ويقول المسؤولون التنفيذيون في مجال النفط في الخليج إن المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى تفعل ما هو أفضل بالنسبة لهم. قام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في 13 من سبتمبر بأول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية في اجتماع مثمر للغاية في جدة، ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وشارل ميشيل الفرص والتحديات التي تنشأ من التطورات العالمية والإقليمية الحالية. هذه الزيارة المهمة للغاية هي رمز لاهتمام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على شراكة قوية مع المملكة العربية السعودية لتعميق تعاوننا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. تمثل الزيارة مرحلة جديدة في علاقات الشراكة بيننا، وتأتي بعد 3 أشهر من موافقة الاتحاد الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع الخليج، والتي تهدف إلى توسيع علاقاتنا وتعميقها والوصول بها إلى مستويات أعلى. ويحظى الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية بالعديد من الاهتمامات المشتركة، فكلانا يرغب في رؤية منطقة الخليج مستقرة وآمنة ومزدهرة، كما نلتزم بالمحافظة على النظام العالمي القائم على القواعد، ونواجه تحديات مشتركة تزيد من الترابط فيما بيننا في مجالات عديدة بدءا من التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر والرقمي ومواجهة أزمة المناخ، وانتهاء بالحاجة إلى التوصل لحلول مستدامة للصراعات في المنطقة ككل. على سبيل المثال، تهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة هذه إلى إقامة تنسيق سياسي أقوى وتعزيز التعاون في استراتيجياتنا التنموية ألا وهي الاتفاق الأخضر الأوروبي ورؤية السعودية 2030، فضلا عن زيادة التواصل الثنائي بشأن مسائل الأمن الإقليمي وإيجاد طرق أفضل لدفع عجلة علاقاتنا الاقتصادية والتجارية المزدهرة، والأهم من ذلك رؤية جديدة للطاقة المتجددة المشتركة بين الاتحاد والخليج. ولكن تتمحور الأولوية المطلقة التي تستند إليها جميع الجهود السابقة حول تعزيز التواصل بين الشعوب لا سيما الشباب في مجتمعاتنا. يبرهن الوضع السياسي والأمني العام على أننا جميعا مرتبطين ببعضنا البعض
بحيث تؤثر أي تهديدات أو حالات لانعدام الأمن علينا جميعا. عزز الهجوم الروسي غير المبرر وغير المستفز على أوكرانيا الحاجة إلى إقامة علاقات وحوار أقوى بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، ويحظى النظام العالمي السلمي والاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باهتمام حيوي مشترك بين الجانبين. لذا فنحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الآثار السلبية التي سببها العدوان الروسي على الأمن الغذائي في الوقت الذي تنوع فيه أوروبا من مصادر الطاقة الخاصة بها. تبرز أهمية المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى كمزودين موثوقين للطاقة إلى أوروبا. شهدت العلاقات السعودية الصينية تطورا كبيرا حتى وصلت في الوقت الحالي إلى أوجها. ذكر موقع تاكتيكال ريبورت المتخصص في الشؤون العسكرية لدول الشرق الأوسط أن المملكة العربية السعودية ستتسلم من الصين نظام الحرب الإلكترونية إيلينك 906، ومن المتوقع أن يزور ممثلون من العديد من الشركات الدفاع الصينية المملكة العربية السعودية لتقديم عروض لأنظمة الحرب الإلكترونية. وتواصلت بعض هذه الشركات مؤخرا مع وزارة الدفاع السعودية لتقديم مثل هذه الأنظمة. وتفيد التقارير أن وزارة الدفاع السعودية مهتمة بالعديد من أنظمة الحرب الإلكترونية الصينية ولا سيما نظام إيلينك 906. وقد يظهر في نهاية هذا العام في الترسانة السعودية هذا النظام المعقد، وعد بإحداث ثورة في الحرب الإلكترونية للجيش السعودي. إنه نظام الحرب الإلكترونية المتكامل للشركة الصينية إيلينك وCEAC. هناك القليل جدا من الوثائق حول هذا المنتج، ولا يجب الخلط بينه وبين نظام التشويش المضاد للطائرات CHL-903. النظام الذي دخل الخدمة مؤخرا هو في نفس الوقت نظام سلبي ودفاعي وهجومي، وهو مشتق أكثر حدثا من LDK-190، وهو يستخدم لكشف رادارات العدو لمسافة 600 كيلومتر، تحديد الموقع وتحديد وتصنيف انبعاثات العدو الإلكترونية على هذه المسافات، حماية الرادارات والأنظمة المضادة للطائرات من الصواريخ المضادة للإشعاع من خلال تغطية ترددات الرادار، منع الاتصالات لمسافة 300 كيلومتر، منع العدو الجوي والبحري والبري من استخدام أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GNS لمسافة 300 كيلومتر، ترددات التشويش من 0.5 إلى 40 جيجا هرتز، كشف الطائرات والسفن الشبحية، كشف الطائرات بدون الطيار التي يتم توجيهها عن بعد وإزالة ارتباط البيانات الخاص بهم بالأرض، كشف طائرات AAW على مسافة 500 كيلومتر، تعطيل بعض المعدات اللاسلكية بقدرة نقل اتجاهية تبلغ 500 كيلو واط. إنه ليس نظام الحرب الإلكترونية الوحيد الذي قد تستخدمه المملكة العربية السعودية، حيث تجمع ENP بين ترسانة من المعدات الصينية والروسية وجنوب أفريقيا وألمانيا.